مشاهدينا الكرام، مشاهدي النشا، الان عدنا اليكم في مدينه الدار البيضاء في قضيه ليست كباقي القضايا، قضيه اثارت ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اثارت ضجه في الراي العام المغربي. قضيه شاب تم اتهام ديالو بالقتل ديال الام ديالو، وهو بعد ما تشد في سجن المحلي عين سبع تم البتر اليد ديالو. تفاصيل خطيره ومثيره غيكشفها لينا السي محمد لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو شحال دابا المدة ديال 5 سنوات تقريبا، ياك 5 سنوات و 6 سنين، 6 سنين هو كيعاني من هاد القضية في الشارع العام، ومشاهدين كياخذوا عليه واحد النظرة اللي خايبة. مشاهدينا الكرام، تخليكم مع محمد في قضيته. السلام عليكم. سمح لكم. السلام ورحمة الله. شكرا خويا آدم، من صدفتيني عندك لشان الآن. هو المسألة اللي بغيت نوصل لشي واحدين، حيت كانوا كيتصلوا بيا الناس كيبداو يتشاعروا معايا ويتسبوا معايا وما عارفين والو في القصة وما عالمينش بالغيب. المسألة هو أنني أنا نعاود لكم قصتي من الأول حتى الآخر، كيفاش غنكون أنا في هذا الوجود هذا. المهم، الولد اللي وقع لي معاه المشكل ماشي كننكر، أنا ماشي ننكرش، هي الأم ديالي مربياني، ماشي أمي الحقيقية، فهمتش؟ الام ديالي الحقيقيه راه كي ولدتني ماتت. الوالد ديالي من بعد من عطاني لهاد الناس هادو راه جاي عندي بغى يشوفني داك السيده مات، وتبتليت بالام ديالي، وقع ليا معاها مشكل. المهم انا ما قصدتش هاك السيده هادي، ومن ناحيه ديال الناس اللي سجلت معاهم راه داروا عليا واحد العنوان ما عنده حتى شي علاقه، ما والو، ما عنده حتى شي علاقه بالواقعه اللي وقعت. وهادشي اللي كاين، وليد اللي مشات ليا في الحبس هادو راه ما شافوش، شافوني انا اش درت، ما شافوش اش وقع ليا، فهمتي اخو ادم؟ وضح المشاهد الكريم القضيه ديال البتر ديال اليد ديالك كيفاش كانت؟ البتر ديال يدي ابغاها الله عز وجل. المهم هذاك بحال قلتي ميساج من عند الله، هو سخر ليا دوك الناس، فهمتي، اللي اداوني راه ضربني واحد مسجون بتقاب، مابقاتش كتعدوي ليا، راه كي قلت في هذاك الفيديو الاخر ضربني بتقاب، دخل لي السنتيم واحد، دخل لي داك التقاب شي سنتيم، هو مصدي. فين ضربك؟ ضربني في هاد العصبة، شي العصبة هادو، كاين واحد العصبة توشا، هو جاي كان بغى يجي لي العينية، وأنا طاكيت على عينية ويجيني هنا، اللهم في يدي. في يديك. في يدي، وفي اليمنية، في لادروات. راه لادروات راه هي الخدمة، لا ما كانش لادروات راه ما كاين لا خدمة لا مستقبل لا والو. دابا واحد الحاجة قال لك باللي أنت في الفيديوهات قالوا باللي أنت قتلتي الأم ديالك، وباللي اليد اللي ضربتي بها الام ديالك بطروها لك. انا تنكذب هذا الشيء، هذا هو، انا ما قتلتش امي، انا وقع لي غير اكسيد وانا داخل الدار باغي نضرب بنت اختي، وصدق الضرب الوالده غير افات اكسيده، ما ناويش انا كاع نفرض تكون حيط شوكه، انا كون شت امي غنفراني ما غنقيسهاش، فهمتي، حتى انا جاي باغي نضربها بنت اختي. علاش كشرب؟ من سوء الحظ، من سوء الحظ. مو من الدريات راه المراهقه وكذا كتصاحب مع هذا. دابا انت قلتي شي لعيبه طرات. المهم انا ديك الساعه الشيطان غلب لي على راسي، وليت كنتفكر شي حوايج وتنشوف شي حوايج، بقاو كيهتشوا عليها. اختك في الوعي ديالك. بنت اختك تدير الله عمرها دار هادي تتقرا، بقاو كيبريسيو لي دماغي على هاد بنت اختي اللي كاينه في الدار البيضاء، ما كاينش بنات اخرين، فهمتي اش بنوصل لك؟ هنا زاد تخربقاتني انا من شي حوايج وشي عيبات، المهم دوك افكار شيطانيه ما عليناش. ما كنتيش بالوعي ديالك. انا راه بسيشي كرونيك، انا راه تنستعمل الدواء. دابا انا كل عام تجيني حاله هيستيريا، ما كنبقاش نعقل اش كندير. كل عام كتجيك دار. كل عام انا ما تبعتش دوايا، انا قال لي الطبيب انت راه خصك تبقى تاكل الدواء حتى تموت، واش انا غنبقى ناكل في الدواء؟ بديت قبلية في المسار، انا ما جاتش، فهمتيني، انا ما بغيتش ما استسلمش للدواء. كمل لينا الحديث كيفاش. الحديث اخويا لا حول ولا قوه الا بالله. انا دابا انا داخل الدار، كي قلت لك داخل الدار على اساس نضرب بنت اختي، راه حيط شوكه داير بحال ما كان. كاين واحد البيت هنا، عاد باش كاين بيت فين تنعس، انا جيت هنايا وقفت، جيت هنا وقفت، ما شفتش انا الوجه ولا سميتو، هي ما خرجتش، ما صيفطتش يديا، طاحت على لافابو،
قدر الله ما شاء له وتشديت العنف ديال الاسره ضربت 8 شهور وضربت 3 شهور على برا. اشوف دوقني دوقني اش بنوصل لك. ضربت 3 شهور على برا عاد باش توفات. التشريح تيقول ماتت تاثير الضربه. انا ما عرفتش بعدا انا الطبيب اللي قال لهم التشريح باش ماتت. ودابا تخيل معايا ضربتي انت دابا بلاتي عام قال لي شحال عام عام قنشر وهتوفات غيجيبوني انا غيديروني غنتحكم ب 15 عام اخو ادم غنتحكم ب 15 عام غيحيدوا لي 3 سنين في السيناف غنبقى نخبط 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 نضرب 10 سنين. ودابا تخيل معايا كنت انا داير هذا المشكل وهذه غيجيني شي عفو ملكي وفي العنف ضد الاصول تيجيهم عفو ملكي. وعلاش ربي انا شاف من جهته ورحمني وخديت عام ديال العفو مع سيدنا الله ينصره. مورا ما تشديتي قضية ديال البطل اللي ديالك كيفاش كانت؟ وهي بصراحة هي بغاها الله. المهم هذيك بحال قلت شي شي مشكل وقع. المهم بحال غتخلص في الدنيا العقاب اللي داك الشيء العقاب اللي كيتسانك ليه ربي بغى يفاري لك في الدنيا. راه قلت لك ضربني السيد بتقاب بقيت كتعدوني تخرجوني للسبيطار روطه خرجوني في عكاشه خرجوني روطه الطبيب اللي يدير لي العمليه راه الان انا وياه وسيدي ربي راه فوق منا انا وياه. ديك الساعه هو بقى كيحيد ليا في الطبقات ديال اللحم وصلت حتى للطبقه الاخيره وباش غيطلع اللحم ما بقاش بغى يطلع اللحم ما قدرش يطلع لي ما يقدرش يطلع. وزيدون راه ضربني موظف بتيو بقى كيضربني بعصيه تهرسات كي قلت لك في ذاك الفيديو بقى كيضربني بتيو فاش كنتي مضروب فاش داير العمليه والعمليه ما نجحاتش ديجا هي ما نجحاتش ذاك الطبيب حيت هو من ذاك العرق منين جا بغا هو يكرطو طلع ليه الفوق هرب لي ولا فاتح لي هنا ولا فاتح لي هنا وكيخيط لي في العصب طار البنج انا هو كيحط عليا المواد حديديه راه انا راه لحم يجي حط عليا مواد حديديه راه بيان ستور من غيطير البنج نبدا نغوش هو ضربني انا باقي عاقل على هادشي هذا ضربني هو انا هادشي نعم قص هادشي في 2008 2007 وتخيل معايا ادم من 2008 يلاه تشديتي ديك الساعه يلاه اول شد انا ما عارف والو لا زعما خلي عليك شهور اللي خرج اول منشف اول منشف هذاك لا ماشي في الطويل في هذيك 8 شهور خديت الجزاء ديالي في الدنيا قبل الاخره ابار على الحبس اللي ضربش راه ضربت قلت لك 11 عام ديال الحبس وكي قلت لك 8 شهور في 11 في 8 شهور هي شحال هي 12 عام 12 عام فهمتيني اذا ديك 12 عام راه فيا راه ضربتها هما حاطينها ليا راه خبطت ديك 12 عام ما كيتسانوني والو هما اصلا وانا ما كنتسان والو غير هو واحد المساله اخو ادم هذوك الناس ما يبقاوش يسبوا في عباد الله الا عيط لك شي اما دير الخير ولا اسكت. ومن جيت عيط عليا الو كذا كذا وبنت عرفني انا مول الفيديو بقات عيان ليا في والدي وبداو نتعايروا انا وياك في الوالدين والرسول عليه الصلاه والسلام والرسول وصانا لا تسبوا اباءكم بعضا لبعض ما تعيرني من عينك كنت تقول لي شي كلام زوين اللي وانا يلا خارج من الحبس في 2018 وتعاير معايا هذا السيد انا ما عرفتوش هذا السيد اللي بدا كيتعاير معايا صافي نحيد ديك النمره ما هذاك الخير اللي غيديروا معايا الناس ما بقيتش بغيته انا في طريق هذا السيد هذا انا ما عرفتوش شكون هو هذا اللي كيبدا يعير ويسب خرجتي انت ديك 2018 خرجت في 2018 خرجت ضربت في 2017 شديتي في 2007 2007 من 2007 وانا كنخبط حتى 2018 خرجت من بن سليمان تهزيت ترونسفير حيت هو ما يمكنش تضرب منشف كامل في حبس واحد مشى هذا العيت هذا يتضرب شويه السيناف الحكم صافي كتسالي الحكم ديالك النهائي هو السيناف كيتضرب واحد شويه كيجيو هما داكشي من المندوبيه شي هذا مشى لهنا هذا مشى لهنا مشيت لخريبكه عاوتاني مين مشيت لخريبكه معاناه كبار من عكاش كانت مقطعه يدي وكان مقطعه يد كل حبس راه ماشي في داركم راه الحبس هذاك فهمتي راه وتتلاقى مع اجناس بزاف ومين كيسمعك انت كيفاش تتلاقى مع اجناس اجناس بزاف هذا عروبي هذا شلح هذا امريكاني هذا طالياني هذا واحد السؤال اللي غنسولك اخويا سي محمد هو واحد السؤال اللي دابا وين كنشوفوه بزاف كاينين بعض الناس وسط السجن كيسمع مثلا واحد مالو راه جيدة الاصول كيعذبوه اكثر معاناه اكثر كيبداو يتعايروا معاه عقاش لمك داير لمك فعل لمك هادشي عانيتي هادشي عانيتو اصاحبي عينيش بزاف وكيضرني تيضرني خاطري حيت هما ما عارفينش انا نعذرهم هما ما عارفينش الاسطوار ديالي راه كي قلت لك انا راه الوالد خلى هذاك المثل قال لك باها تعرف ديك اللعبه ديال بنادم راه عندك الشقاء وسعيد في الدنيا ولا شاقي انا كتب عليا الله الشقاء
وانا انا حمد الله بالشقاء ديالي وبنادم مالو غيبقى يبريسي عليك ويعايرك بداك الشيء اللي انت ما حاملوش. تا كون كان هو في بلاصتك راه غيحس بواحد الاحساس يقدر ينتحر. ندمتي عليه؟ يقدر ينتحر. انا ما ندمتش، انا الحمد لله والشكر لله ما نادمش. انا ما نديرش هادشي اكسبري ولا بغيت ندير هادشي، كنقول لك مكتوب عليا ولكم في الحياه قصص لاولي الالباب. راه انت عندك قصه وانا عندي قصه وداك عنده قصه، ولكن شكون كيستوعب اللي عنده العقل اللي يذكي اللي غيقدر يهضر الناس ولي تشفي تبلى؟ راه ان فوق تضحك على الناس راه انت راه غتقدر تطيح في هذاك المشكل وما تقدرش تصبر، تقدر تنتحر. مازال انا ما صبرتش، تمارسوا عليا ضغوطات وصبرت الحمد لله. علاش الضغوطات؟ هما بزاف، كاينين شي حاجه غتقدر تعاودها وشي حاجه راه ما تقدرش تعاودها، فهمتي؟ راه شي بقاو لي سكري ديال العائله راه ما يمكنش كلشي تقولوا، راه كتقول هذاك الشيء اللي في حدود، راه في حدود ما يمكنش كتقول شي حوايج اخرى. واش فهمتي اخو ادم؟ ولا حول ولا قوه. العائله كدوم معاهم؟ لا هو من ناحيه العائله حيت هما راه كي قلت لك راه الام ديالهم هما، فهمتي؟ انا امي راه نقولها واش نعمر بها فمي، راه كان بيني وبينها واحد انا مربيك راك راه مهزاك ومكبر من اللي والدك. انا والدي انا ما شتمش، راه كيولدوني ماتوا الله يرحمهم الله يوسع عليهم داك القبر. بلي الاب ديالك مسكين جاي عندك يشوفك الله يرحمه. دارك السيده مات في طريق تيشكا، وديك الساعه ما كان لا زفت لا يديك لا يخليك التراب، وكانت الطريق مضيقه راه. المهم هذاك الكار وقع مشكل، وقعت في كاز هنيك الواقع، وقعت لي في كاز. انا المشكل وقع لي في ظرف فقارة، تشديت في ظرف فقارة، فهمتي؟ وهادشي اللي عطاه الله، ما لا حول ولا قوة الا بالله. دابا المشاهد والرأي العام بصفة عامة كياخذ عليك واحد النظرة، انك كيقول لك انت درتي انت فعلتي انت تركتي هادوك فقط غير باش نوضحوا الرأي العام. هذاك الشيء غلط، وشي حوايج راجو في مواقع التواصل الاجتماعي. شنو الحوايج اللي راجو في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني ممكن كنشوفو بزاف مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الناحيه من الناحيه الاولى هو ديك القناه اللي دارت لي داك العنوان، ما هو ما علوان ما والو، شاب قتل امه. انا اصلا ما قتلتش امي غير خطا، فهمتي؟ وتجازيت عليه، خديت الجزاء في الدنيا قبل. شحال كان في عمر هذيك الساعه؟ وهي راه كبيره، تكون عندها شي 70 وما يزيد. صافي بحال قلت شي سال الاجل ديالها، هي مكتب عليها تموت بهذيك الطريقه، وهي رباتني وبقات كتريري بيا حتى وقع اللي وقع. انا ما قادرش، انا الان دابا حاليا ما مستوعبش هذا الشيء اللي ما بغيتش ذاك الفراق، ولكن ما عندك ما دير، اللي قدر الله ما شاء فعل. رساله اخيره كتوجهها للمشاهدين؟ وهو لا حول ولا قوة الا بالله. الرسالة اللي غنوجهها، ما يبقاوش يلوموا، المجتمع ديالنا قاصح، المجتمع ديالنا ما كيرحمش، وما يبقاوش يلوموا في الناس، وما يبقاوش يسبوا في الناس، وما يبقاوش يضربوا بالغيبيات. بنادم ما عارفش من يدخل سوق راسه، خلي منه ليه يقول الله يعفو الله يستر ويدعي معاه، فهمتي؟ يدعي مع هذاك السيد راه دايره دار الصابون. راه واحد النهار حتى راه غيوقع لك هذا الشيء، راه ما تقولش راه انا راه نكتب يديا بصحاح وانا وليت معاق او شنو، فهمتي؟ اش بنوصل لك؟ بالليل ونهار. اذا راه في اي لحظه تقدر انت تولي بحالي، ربي يضرب تما غادي يضربك شي طانوبيله، يلا فين هي ديك الصحه اللي كنتي تتعاني؟ فهمتي اش بنوصل لك؟ هو ابتلاك، ها انت وليتي كتزبن وكذا بالناس باش يدوك للطواليط وكذا، تولي تطلب وتتزاوق باش يدوك، وفين قبل كنتي صحيح كنتي كتعدى على الناس، فهمتي؟ انا مثلا المهم انا مثلا ما بقاش يلوموا، هذا هو اللي بغيت نقول لك، هذا الشيء اللي كاين اخو ادم وهذا الشيء اللي كاين. شكرا الاخ محمد. اذا المشاهدين الكرام كما سمعتوا المعاناه ديال محمد بعد ما مات الام ديالو وبعد ما دخل للسجن وتبت تم البطل ديالو. مساله من ناحيه ديال العائله والخوش، انا من المنبر انا تنعذرهم، انا راه نتحط في بلاصتهم، راه نفس الموقف الشيء. انا كون كنت شي واحد دار لي لامي بحال هكا نقدر نفني تندوي على راسي، انا نقتلو. شكون كان دابا شي واحد وقع لي مشكل مع امي وتشوش امي نفنيه انا، فهمتي؟ ولكن ما قدر الله وما شاء فعل. وخوتي انا بغيت نتصالح معاهم وبغيت انا دابا انا تنطلب منهم ديما السماحه، ولكن هما ما باغينش يفتحوا لي واحد الباب باش نتسامح معاهم. مؤخرا فاش كتخرج في 2018 دازت واحد الفتره ديال شي 3 شهور تلاقيت مع الاخت ديالي امام هالبيت ديالنا، الدار ديالنا هي حدا مول الحانوت، دويت معاها عيطت عليها بسميتها، تلفت تخلعت ما بقاتش بغات تدوي معايا. المهم انا
شكون نقول لك خليتها على خاطره فهمتي بنادم باقي مقصح امو راه امو هذيك راه امو راه كي قلت لك انا نكون واحد اخر وقع لي كيضرب لي امي وجيت ولقيته ضرب لي امي عزيز عليك اه طبيعه الحال امي راه واحد فاش كانت لك طيحه تمايا شنو راه بديت كنبكي وسديت الباب وديت كنرش عليها الماء وصافي غيب دخلت في غيبوبه فهمت ديك الساعه ما ماتتش راه كنقول لك ما ماتتش هزوا داو السبيطار قالوا ليها هادشي الصدفه كذا المهم داروا لها شي ما عرفش داكشي المهم بقاش هي كتعاني في السبيطار تيجيبوها للدار حيت انا من خرجت من ديك المنشور راه جيت للدار وهي كاينه في الدار ودازت 3 شهور مول الامان دا امانته ماشي انا اللي ماشي انا اللي قتلتها بغاو يدخلوني للحبس هادشي جاري به العمل هما انتقموا مني بغاو يدخلوني للحبس وانا ربي راه كتب لي باش ندير عقلي في الحبس ونعرف اش ندير فهمتي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبون شيئا وهو شر لكم انا كاع غادي نفرضكم بقيت انا في السيفين ويديا راه فيها الكونسير راه غنموت غنبقى شي نهار تيلقاوني مكوفر في شي قنت فهمتي ربي بغى هادشي المهم تنتمنى من الخوت انهم يتصالحوا معايا وتكون واحد الدفع عائلي ونحاولوا ننساو الماضي الماضي لا يعاد ولا بغاو مرحبا انا مستعد الحمد لله اذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا الحاله ديال محمد يعني بعد ما توفات الام ديالو وتم البتر ديال اليد ديالو داخل السجن سمعتوا حقائق اللي تروى لاول مره عبر جريده نيشان الان مشاهدينا الكرام الى اللقاء.